وصلت يعني نسبة الامتلاء إلى 151.07 مليون يعني بالنسبة للبراجة يعني السدين التي يعني موجودين في ولاية شلف هما سد سيدي يعقوب وسد واد القضاء. النسبة اللي تخص يعني سد واد الفضاء راهي يعني الموافقين عليها من طرف الوزارة يعني باش نمدوها للفلاحين هي تقريبا حوالي 8 مليون يعني راهي واجدة يعني نبداو مع العلم يعني الفلاحين راهم بداو يطالبوا بالسقي. وبالنسبة لسد سيدي يعقوب يعني حوالي تقريبا 10 مليون اللي راهي عندنا عليها الموافقة يعني من طرف اللجنة الوزارية. نقولوا إن شاء الله رانا في أريحية هذا الموسم هذا كان يعني فيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب أو سقي المحصولات الزراعية.